هل راح يزيد الاجار ولا يثبت؟ هل راح يزيد الاغار ولا يثبت؟ اعتقد ان قدرنا نجاوب على الاسئله هذه. جبنا حللنا الاعداد اللي موجوده بالرعايه السكنيه. راح توزع الرعايه السكنيه خلال 3 سنوات 3500 وحده سكنيه. هذا المشروع اللي موجود اللي قاعد يشتغل فيها. 3500 3 سنوات 3500 وحده سكنيه. حق 100,000 طلب اسكاني ها؟ مو بس 100,000، راح يدش عندك على الخط 20,000 عائله. جديده غير ال 100؟ جديده 7,000 تقريبا سنويا. فانت لما تدش عندك 20,000 وتوزع عليهم 53 يبقى 17,000، حطهم على 100,000. زاد 117,000 طلب. احنا نتوقع ان راح يصير عندك 117,000 طلب اسكاني قبل او خلال 2015. الزياده هاي تقريبا 20%. زياده الناس راح تصير 20%. طبيعي عرض وطلب راح تزيد الاجارات 20%. وراح وطلعوا تابعوا ان شاء الله يبين الوقت صح الكلام هذا. ويزيد اسعار العقار 20%. راح يزيد سعر العقار بعد. راح يزيد سعر العقار. ما راح ينزل. احنا مرتفع للحين، مرتفع كل شيء مرتفع. طبيعي يرتفع. ارتفاعات هاي الناس تقول خياليه، لا مو خياليه، الارض الحكومه مو قاعده تعطيك اراضي، اكيد بيرتفع. الناس قاعده تزيد والارض محدوده. فطبيعي يرتفع. اذا انت معاش 500 دينار احسب حسابك خلال 3 سنين راح يصير 600. مكمل. نعم. بسبب تقاعس وبطء تنفيذ المشاريع الحكوميه. زين شنو حلنا الحين احنا؟ وين راح ننام ان شاء الله؟ احنا يعينك الله لازم تشتغل، تجيب تشتغل وظيفتين، المرة لازم تشتغل، تستثمر، تاخذ قرض، يعينك الله. هذا الوضع العادي. او دش ويانا بالحملة، وقف ويانا، وقف وطال. لما يشوفون الحكومة العدد كبير يحسون ان المشكلة مهمة. صح. ويردون عليك وينفذون. اما يعني اكثر الناس يقول لك ان شاء الله ما في مشكلة يا جماعة، المشكلة راح تزيد. فتوقف الحين الطالب يمكن يستوعبوا. يمكن لا، أنا ما ادري، بس اكيد ان قعدتنا بيوتنا ما تغير. هذا احد الحين 16 سنه صار لك. 16 سنه. زين افرض ان الحكومه قررت السكن العمودي مثلا، العماير تضطر انك تسكن وياهم اذا ما في بيوت حكوميه. لا، الاراضي موجوده لكن البيوت موقفه، تقسيمها موقفه. اسكن اي شيء تاخذه اسكن، لان انت ما جربت اللي انا جربته. انا عندي مشاكل مع صاحب العماره. هو يحاول انك يطلعك عن طريق شنو؟ يقطع عليك التكييف، يقطع عليك الماي، لان احنا نظام تعبئه ماي خزانات مو من اي. فهو يحاول ان يطلعني عشان يزيد يعني ايام القديم. ايوه عرفت شلون. وممكن تروح تصور المكان اللي انا ساكن فيه واثبت كلامي وانا مسؤول على الكلام اللي انا قاعد اقوله فيه. لكن لو الحكومه وفرت لي مثلا انا 150 دينار ما تسوي لي شيء، مالت البدل الايجار ما تسوي لي شيء. 150 دينار اذا اجارك 300 عرفت شلون. فانت عارف الايجارات الحين 400 350 وانت صاعد. ونفس ما قلت لك، اذا عرف ان انت عندك 8 اطفال يقول لك انا اسف بدون اطفال. واذا لقيت اعلان شو بطلب منه؟ تزوج ما اجيب اطفال. ما يبي منك اطفال. نعم نعم موجود. ايه موجود. يعني شوف، تابع انت جرائد الاعلان مثلا في نهايه الاسبوع ودق لك على اي واحد عنده اعلان شقه للايجار، يشرط عليك من ضمن الاعلانات ان يكون عريس او يكون مثلا بدون اطفال، او اذا حصلت سكن يقول لك 670 دينار. ممكن يشرط عليك انك بدوي ولا حضري ولا الامور هذه ممكن. والله ممكن يشرط عليك على حسب. ممكن. ايه عرفت شلون؟ زين شنو تشوف التعديل القانون الحالي الحين؟ انا كمواطن، انا نفس ما قلت لك، يتغير الاليه القديمه اللي قاعده تستخدمها الرعايه السكنيه من سنه 80 لحد الان هو قاعد يستخدمها نفس النهج. الرعايه السكنيه ولا السكنيه؟ السكنيه. صارت الرعايه السكنيه. عرفت شو؟ صح للجن بس. فقاعد يستخدم نفس الاليه من سنه 80 لحد الان ما طورها. هذا السبب الرئيسي. بالاضافه عندك نواب مجلس الامه، وينهم؟ وين النواب؟ ما هذه قضية تعتبر قضية من أهم القضايا، القضية الإسكانية من أهم القضايا هذه. من أهم. تحويل المواد الدستور أهم. يعني حل مجلس الأمة أهم من أنت المواطن الكويتي. نام بش نام عندهم صحة الإرادة يا أخوي. نام. تأجر. النام يوفر علي. والله نام عنده. لا بس ترى أيضا اللي عنده بيوت أبو خالد ترى ما لومه لما يأجر لك أنت، يطلب منك عيالك شوية ولا واجد، لأن على قدر الأسرة تأتي الشقة. يعني الشقة الحين إذا غرفتين حق شخصين، لكن عندك ثمان أشخاص يحتاجك أربع غرف وصالة ولا ثلاث غرف وصالة. ني يختلف السعر. ني طيب سعر يعني سعر طيب طيب. واللي يقول لك حاليا حاليا الديزاين اللي طالع حاليا قاعد يعطيك شقق كلها تجارية. أكيد كل الشقق تجارية. كل البنيان تجارية. كل الشقق تجارية. إنزين أسرتك هذا وين توديها؟ شو تسكن؟
كل الشقق حاليا سنة 2012 كلها تجارية، مساحة 4x4 3x5 كل المساحة صغيرة. زين وين أساس يبني دور ثاني ويبني دور ثالث ويبني دور رابع. زين مشاريع خيران ومشاريع المطلع وين راحت المشاريع هذه ابو خالد؟ هذه استلمت الرعاية السكنية من 4 سنوات وما سوى اي شيء فيها. صح، لا بنية تحتية ولا اي شيء، ما في شيء. زين اذا ببلشون فيها اليوم متى راح تخلص؟ تاخذ 3 إلى 4 سنوات بنية تحتية، يعني تقريبا 5 سنوات. 5 سنوات على ما توصل. 5 سنوات على ما توصل. طبعا عدد اللي صرحوا فيه اللي هو 35,000 بخيران. خيران 35,000 والمطلع 22,000 تقريبا. 22 يعني حلوا 60% و70% من المشكلة. صح. نعم. زين 40% الباقية. الصبية. أو شمال المطلع أو في يعني مشاريع الجاية عاد هذول ينتظرون زيادة إن شاء الله. زين يعني عندنا الجريب. عندنا الحساوي. عندنا أراضي خيطان، أراضي خيطان، خيطان من أهم الأراضي. الضجيج أخوي لا تروح بعيد، شبت. شبت صح. زين المناطق هذه حق منه؟ إذا أنا الحين مواطن كويتي بروح أسكن على الحدود. نعم. وفرولي زين هناك مجمع وزاراتي وفرولي جامعة وفرولي معهد. استعين بالدولة المجاورة. هذه طال عمرك يعني حق... نفس القصة. هذه طال عمرك الأراضي القريبة وزينة حق الإقطاعيين. إحنا الحين الدولة قائمة على إقطاعيين. وهذول متنفذين في البلدية واصلين أعلى مراحل اتخاذ قرار حتى يمكن في مجلس الوزراء. هذه الأراضي محجوزة لهم. أنا ومن بعد الطوفان إقطاعيين، هذه أراضي قريبة وتو خصصوا تقريبا 11 مليون متر مربع في تشد حق مزارع أبقار، مو حق البشر، حق مزارع أبقار، وتهاوشوا عليه أعضاء مجلس البلدية. شوف عاد شنو وراها. 11 مليون يعني الحكي قبل شهرين أتوقع، شهرين فيها. وعندك الناس الكويتيين الحين مطلوب منهم يسكنون على الحدود عشان امن عشان امن الحدود، يامنون الحدود في الناس. دروع بشريه هذا، دروع بشريه. هذه واحده من استراتيجيات ابو خالد، يعني ان الحكومه مغيبه عن الشارع الكويتي. بنفترض افتراض، يعني اللي وصل صوتك كمواطن عضو مجلس الامه، اذا عضو مجلس الامه ساكت شلون انت قاعد تشرع على الحكومه؟ ليش ما تبلش شرهتك بالعضو نفسه، تخاطبه، تعال يا عضو مجلس الامه، انتم داكم استبعدتوا الحين الاعضاء، العضو راح يخليه يقول لك انت مو محتاج، يعني توكل على الله، شوف اللي يدور اللي وصلك منه. يمكن يصير فيها عزه بالاثم، ما راح تضيعون بالحمله باذن الله. انه ما راح نضيع. الحين اللي صاير بالضبط ان كل مشاكل الكويت محطوط على روس، على يعني على الحكومه وعلى الاعضاء، معتمدين على الاعضاء في كل شيء. يا جماعه ما يصير نتكل على الاعضاء، خلينا نوقف حنا، خلينا نطالب. هو اللي يوصل صوتك، هو اللي يوصل احتياجاتك على مجلس الامه، حنا نوصل احتياجاتنا خلاص. ما عاد في عضو مجلس أمه يوصل اللي هو يبيه واللي هو يحطه برايه. زين منطق، منطق فضل. إذا كثرت الحركات عندنا بالكويت شنو بقى حق عضو مجلس الأمة؟ مثلا الحين طلعت بحملة ناطر بيت. نعم. طلع أبو خالد نبي حملة إسقاط مجلس 2009، حدم وقوة شبابية. نعم. و 11-11 وشباب الكويت و... هني عاد تلعب على الوتر الحساس، شنو يبون المجلس وتمشي معه. يعني راح يطلعون هذول كلهم ساحة الإرادة، شنو صار دور مجلس الأمة؟ دور مجلس الأمة دور التشريع دور سياسي. يعني مثلا أنا نقفل بابا ونقعد حنا نطالب بالشارع، له دور، هو له دور. خلينا نقول كل واحد فينا يقوم في دور. دور أعضاء مجلس الأمة أنا برأيي الشخصي دورهم الأساسي هو حماية الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير، حرية حق في العمل، حق في السكن، يعني جزء منها دورهم الحماية، مو دورهم يقودون البلد ويبنونها. السياسيين ما يبنون البلد، السياسيين يتكلمون يوقفون الأمور، يحمون الدستور مثل ما هو. يجي عندك دورنا حنا كناس كبشر، نجي نبين دورنا، نوصل الإعلام، الإعلام يفتح مجال. مو لازم عضو مجلس الأمة عشان توصل الإعلام، حنا الحين قاعد تصاري ويا القنوات والجرائد وقاعدين يأخذون القضية ويتكلمون فيها بدون أعضاء، وراح نكمل نوصل. الحين في شغلات تبين الناس اللي عندك في تويتر، الناس تبتي توقف وياك، في راح تنوع الحملات والخطوة السياسية في أنواع وايد. تويتر يوصل 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 الرسالة بسرعة. بس أبو خالد مدى مصداقية تصاريح أو تصالح الأخيرة، خلينا نقول ما أدري القديمة، ما أدري رعاية سكانية، مدى مصداقيتها من ناحية حملتكم أنتم أو من ناحية المواطن الكويتي؟ ماكو مصداقية. الرعاية السكنية ما ترد على أحد، الرعاية السكنية ما هي مطلوب تقول لك شنو متى توزع وين توزع. واحدة ليش في قوانين؟ ما في قوانين تلزمها وتجبرها. لا ما في قوانين تلزمها كم وحدة توزع، ولا في قانون يلزمها اللي هو نوفر. قانون مفتوح. إيه؟ نوفر. احنا تعلمنا بالحملة شنو الفرق بين الكلمتين. نوفر يعني اخذنا الأراضي من بادية
طيب نوزع مشكله ثانيه ما عندنا قانون فيها ما في قانون فيها يجبرنا ما في ما في لا قانون يجبرهم يوزعون عدد معين ولا قانون يجبرهم يصرحون في خططهم ولا قانون شيء مبهم لان تتبع رئاسه مجلس الوزراء على طول ها الرئاسه السكنيه توقعي اي تتبع هي مستقله مسؤول عنها رئيس مجلس الوزراء بشكل بعد حملاتكم شهر 5 وشهر 9 ما ردوا لكم خبر ما كلموكم ما حد رد عليكم او بخطاب نصي في الجريده احنا صار في لقاء تكلم فيه السيد صبحي ملا مدير عام الرئاسه السكنيه فرحب في اقتراحات الشباب طيب اقتراحاتنا موجوده بالجرايد موجوده بتويتر خلصنا سويناها شنو الاقتراحات هذه اقتراحات تكلمنا فيها شغلات عمليه شوي ان المشاريع تبتدي تتنفذ مع بعض بدل تتنفذ ورا بعض يعني الطريقه الموجوده يعني خلال المطلع مع بعض بلش فيها اي شنو يمنع شركات عالميه دور رقابه السلمه ما شاء الله عليه والله الشباب مجتهدين لكن حكومه ما احنا ان شاء الله هم لهم دور وحنا لنا دورنا يعني عظم السلمه مهما كان ما راح يحس بمشكلتك والله طيب انت اللي تجي تشرح المشكله وتقول الموضوع اللي عندك وتبين للناس والطالب وتسبب قلق لاصحاب القرار وتخلي في متابعه مصداقيه في العمليه فاحنا دورنا ما راح نتخلى عنه لان احنا دورنا نوفر السكن لاهلنا راح نوفره بكل الطرق وراح نطالب في كل الطرق اللي نقدر نسويها عظام السمة الله يعينهم على اللي قاعد يصير وياهم يعني طيب والله ما في الحين حاليا فتره حل مجلس السمة او في خربطه ما ادري عارف بالضبط صاير مجلس السمة يطالبون ما نعرف اي مجلس هو 2009 ولا 2012 او نرجع ورا بعد يمكن 2000 يعني احنا في حاله فراغ لا الحين ما ندري في حاله فراغ تاخذ فراغ دستوري ايش قاعد يصير وياك ما حد يدعم مشروع الازمه السكانيه بس دائما طلعاتكم ايضا حق ساحه الاراده انتم كحمه ناطر بيت لازم تكون مدعمه من بعض مثلا كم اعدادكم اللي حضرت ساحه الاراده والله عدد قليل صراحه يعني التجمع الاخير بين 50 و100 اتوقع هذا العدد اللي جبنا مستقيتك ما احنا ما نحتاج نكذب احنا ناس عاديه اللي يكذبون رعاية سكنية تجمعات ثانية بس أنا ما تكون صدق حق تشد بس بقدر طلبات السكانية 100,000 وحضروا 100 شخص بس بقول إن العدد بعد يفيدنا بشيء واحد هذا يدلك إن ما إحنا مدعومين من أي جهة بس لو مدعوم جهة يجيك إعداد لا ثاني شيء ترى الجو بالكويت يعني ما يخدم والله جو بالتجمع الثاني جو حضروا عدد لهم بس إنه يبقى فيه عد في كذا شغلة صارت صراحة الأخطاء من جانب محمد توقيت المكان في ناس ما يبون المكان هذا لأن يقول لك إحنا قضيتنا اجتماعية ما هي سياسية في عندك ناس يقول لك إحنا مشغولين الحين بالدستور ما الدستور فبإذن الله أبو خالد الأعذار واجد أنا بالمواطن المواطن الحين دور الحملة شرح لنا المواطن المتضرر الله يجزاه خير المواطن عندك حل تقدمه عندي حل شنو الحل أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أبو صباح القرار او يصدر كتاب الاراضي الزراعيه معلش احنا اللهم لا حسد الاراضي الزراعيه تتحول الى بيوت سكنيه او المساحات اللي حوالين الجواخير اللي هي تقصد مزارع تشبد يعني تشبد ايه تتحول الى بيوت سكنيه هذا هو الحل وتبعدنا عن شيء اسمه قال المصدر وغال المصدر ايه مصدر مشكله احنا ما ذبحنا وردنا ورا وقال المصدر وقال المصدر, المصدر هذا؟ احنا نتمنى ونتمنى عبر المركز الاعلامي الرسمي ان الاستاذ صبح الملا يطلع هو شخصيا ويحدد المكان اللي قال المصدر بالاضافه الى التاريخ المصدر شنو كان يقول المصدر في احدى الصحف تقول هناك اراضي سوف توزع وقال المصدر وهناك اراضي سوف توزع في الربع الاول من العام المقبل الاول خليك انت بدا صبح الملا شنو اول قرار تتخذه اول قرار اتخذه ايه؟ ارجع واقول لك اغير الاليه القديمه مالت سنه 80 اغيرها عشان اقدر اوزع تقدر لا تقدر توفر يعني حق 100,000 طلب اسمعني. اقدر بعون الله باذن الله لان هذه امانه انت امنتني اياها بعون الله اقدر عليها ان شاء الله باذن الله على حدود الكويت اوزعها باسرع بس انت الحين عندك مشكله بعد انت قاعد تدخل شركات بالباطن نفس ما يقولون هم سبب رئيسي في التاخير ترى بالتاخير عندك شركات خارجيه شركات اجنبيه اقل تكلفه وقال يعطيك بالمده هذا السؤال اللي بي اطرحه على نعم. ابو خالد الشركات او حق الشغلات الانشائيه حق المدن الاسكانيه نعم. هل هي محليه ولا عالميه تعتبر حسب تصريح المميزي السابق
قال ان العمليه كانت محصوره في الشركات المحليه، وحسب تصريح ايضا صد القرار فتح المجال للشركات العالميه. صد القرار بعدين سمعت يعني كان في انقالات على نفس القرار، ما ندري اذا هو راح يتنفذ ولا لا. نرجع لمشكله ثانيه، تعاقب الوزراء وتغييرهم، هذه مشكله بعديه. اي فيمكن هو لانه صد القرار شالوه، ما ادري. زين ابو خالد، قبل اللقاء انت ضربت لنا مثل بالمملكة العربية السعودية، دولة شقيقة. قلت ان خلال 3 سنوات راح يوزعون 50,000 أو 500,000 وحدة سكنية. نعم، 500,000 وحدة سكنية. نعم، مشكلة الإسكان بالسعودية أكبر. لا يعني أنا أتكلم عن الكم الهائل هذا، يعني إحنا ما بلغنا بالعدد. نقدر نقول الكويت تقدر توفر 100,000 هذه بثلاث أربع سنوات، تقدر توفرها. ما في يعني مو مسألة صعبة عليها مثلاً. كلش ما في، يبي لها شغلة واحدة، يبي لها قرار، يبي لها ضغط شعبي من الناس توقف تقول إحنا نحتاج. صح. وبسرعة. لما توقف تتكلم يسوون الحين بالسعودية الأمر مختلف. صدر أمر من الملك ب 2011 إنه يبنون 500,000 وحدة سكنية خلال 3 سنوات. الناس قاعد يشتغلون، الله يوفقهم والله يسهل عليهم. 500,000 يعني لو إحنا يصل عندنا أمر كذلك من وزير الإسكان وغيره ما يتنفذ. إحنا عندنا كل واحد ما نبي 500,000، 100,000 خلال 7 سنوات، مو 3 سنوات. ما عندنا مشكلة، حطوا عطني بس أبي الوقت. عرضك أنت، ها صعبك زين، صعب. افتح شركات، والله زين، افتح شركات العالميه خلتني تبني. شنو اللي تحطم مره من السعوديه؟ ليش ما يبنوا؟ مره باليوتيوب حاطين فندق بالصيمه، ادري وين. نعم، 15 يوم. صحيح صحيح، 15 يوم بانين فندق من 30 طابق. صحيح، جيبوا الشركه هذه، ما يبني كل شيء تقدر تسوي. 15 شهر نعطيهم. اذا كان في قرار، اذا كان في ناس. بس بعض الاراضي ابو خالد، بعض الاراضي تكون ملك حق النفط، ملك حق الدفاع، ملك حق التامينات، هذا في منازعات فيها. هذه اعتقد ان اللي يمسك هذول كلهم مجلس الوزراء يقدر يقول يا التأمينات تنازلي، يا الدفاع تنازل، ويا الداخلية تنازلي. هذه حجة، يعني أنا شفت الحجة هذه حجة الرعاية السكنية بعض المرات. تقريبا الوزراء الجدد لما يبلشون هذه الحجة الأولى. إحنا من خلال حملتنا صار في عندنا استمرارية، قمنا نتابع الموضوع هذا. لما يجي يقول ما في أراضي، هذا خطأ كبير. أما إذا سمعت ما في أراضي، خطأ. الأراضي موجودة، الأرض سعة موجودة في كل مكان. عدوا ماخذين من الكويت 7% بس البانية المساحة. النفط تنازل عن أراضي تكفي 150,000 وحدة سكنية ب 2002. ب 2002. طبعا كل مرة يطلعون النفط تنازل عن وحدة سكنية، صارت من قبل. فموجود الأراضي. لا احنا ما نبي هم يعني. غرب هدية للحين ما تنازلوا عنها. غرب هدية المنطقة محدودة صح، ما تنازل بس تنازل أراضي واجد. سبحان تنازلوا عنها أعتقد. تنازل عن أراضي واجد، مش وين اللي تابع؟ وين اللي يشوف موضوع القضيه هذه؟ لو نمسكها يمكن نقعد للصبح، يمكن ما نخلص فيها. وحنا داهمنا وقت البرنامج. ابو خالد، اذا عندك كلمه اخيره توجهها او رساله. كلمه اخيره ورساله، اتمنى من كل مواطن ناطر بيت ان يساعدنا ويوقف مع حملتنا، واتمنى من رئيس الوزراء فزعته نفس ما يقولون، يفزع لنا، لان احنا انضرينا 16 سنه وعانينا. انا واحد من المتضررين، واتقدم بجزير الشكر للمركز الاعلامي والعاملين كلهم. ابو خالد يا اخي، خذ 70,000، خذ لك جاخور 2500. انت لو تعطيني جاخور انا وعيالي واهلي من باكر اسكن فيه. اشتر اخذ 70,000. ما اقدر اشتري. ليش ما نطالب ان دمج رعايه سكنيه مع بنك التسريب، ان يعطينا 70 حق الجواخير؟ صحيح، وناخذ 4 جواخير مثلا 2500. صحيح، فكره حلوه. صح، نبني فيها مجمع. نبني فيها، صح، اسكن فيها. والله انا اتوقع راح نوصل للمرحله هذه. لا ان شاء الله لا يزيد. واصلين اعتقد فيها. وصلنا، هذه في ناس قاموا يسكنون. اهل الجواخير بيزعلون علينا اليوم. بس سلمون عليه. لا يا اخي، معطينا عزكم الله الحيوان، يعني 2500. صح، كرم الحيوان. متر والانسان، يعني 1000 متر والانسان 400 متر صح، وبعض الفردوس وبيان مساكين احنا، يعني 280 متر، يعني 300 متر احنا. 300 احسن منا، يعني 300 متر. اعطونا 10 على 24 فرد داخل البيت. وين تودي؟ وين تسكن معهم؟ هذا هني لما حد قانون التأمينات، لما 5 اللي يعطونك علاوة حق الأولاد 5، كان الهدفهم هذا. عشان ما تزيد. طالب بيوت. كلمة أخيرة عندك أبو خالد. أوجه لكم جزيل الشكر على استضافة المركز الإعلامي قبلية العوازم. الله يوفقكم ويعطيكم العافية. ودي أخاطب من مكان كمان، أخاطب إخواني المواطنين، إن يا جماعة لازم توقفون مع حكم، لازم تكون مع عيالكم في الموضوع هذا. غير كذي الوضع راح يصير من سيء الى اسوء.
يعطيكم العافيه. الله يعافيك ابو فهد. والله انا ما عندي شيء اقول، انا صراحه من الناس اللي مضطرين اطر بيت يعني، صار لي ايضا 16 سنه يعني على 16 سنه راح تنطر. انا من كثر ما اندمجت باللقاء والله ما ضاعت الاسئله من بالي، يعني اسمع امم المواطنين والله ضاعت الاسئله من بالي. اعزائي المشاهدين انتهى وقت البرنامج، لكن انا عندي رساله بسيطه لاعضاء مجلس الامه، للحكومه، للبلديه، اللي توجه الرساله واللي تقبلها. يعني هموم مواطنين 100,000 عائله يعني اجارات غاليه ما حصلوا احد يستاجرهم، المؤجر قام يطغي يعني باجارات والله الواحد ما يقدر يصدقها، يعني 600 دينار 700 دينار اجار يعني راتب عائله كامله. اعضاء مجلس الامه يعني اتركوا عنكم، ارحل ناصر، ارحل جابر، حل مجلس الامه، نحول الكذا. يعني اتمنى تلتفتوا للقضيه شوي، يعني لو تلتفتوا لها صدقوني ان شاء الله من بعد الله سبحانه وتعالى راح تنحل. اعزائي المشاهدين نشكركم على حسن متابعتكم، امينين ان نلتقي معكم في حلقه جديده من برنامج طرف ثالث، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.